صدقيني يا ندى، أنا من وقت ما شفت لك سهرة التيس الذي أصبح رجلا قلت لحالي هالمخرجة هي يا أخي عندها شيء متميز، عندها شيء مختلف، لأنه مثل ما بتعرفي حبيبتي أسلوب الإخراج بيعطي دلالة واضحة على شخصية المخرج. يعني بصراحة أنا اكتشفتك من التيس الذي يعني من هالسهرة بالتحديد. شو اكتشفت فيني؟ لأنه بصراحة سهرتي متواضعة كتير، ما هيك؟ لا لا أبدا، لا تغلطي، مو متواضعة أبدا، لأنه أسلوبك الأنيق بنقل الكاميرا بدل على أنك إنسانة شفافة كتير وعندك دفق ومخزون كبير من الشاعرية والإحساس العالي، واختيارك لأماكن التصوير والكوادر يا الله كوادرك ما أحلاها، يعني كل هالشي بدل على أنه عندك إحساس فائق بالجمال وعين حلوة ما بتقبل النشاز أبدا. ومن ثم حبيبتي اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة بدل على أنك إنسانة دقيقة وذكية وبتتمتع بخيال خصب وفكر خلاق، حتى اختيارك لهذا النص التيس الذي أصبح بني آدم. لا حسام، التيس الذي أصبح رجلا. بالضبط، عفوا، يعني اختيارك لهالسهرة يدل على أنك إنسانة صاحبت مشروع فني مهم وصاحبت كلمة ورسالة مقدسة بهمك كتير أن توصليها بأبسط أسلوب ممكن للناس. يعني باختصار حبيبتي أنا اكتشفت أنك فنانة موهوبة وإنسانة رقيقة وشاعرية وعلى درجة كبيرة من الثقافة والوعي والشفافية. عن جد حسام عم تحكي؟ أنت شايف فيني كل هاي الشغلات؟ طبعا حبيبتي، وصدقيني يا ندى أنا ما تعودت جامل أبدا، أنا من طول عمري بقول للأحوال حبيبي لا تأخذني أنت أحوال، لأنه مبدأي بالحياة بيعتمد أساسا على اللقات الثلاث. شو هي اللقات؟ لا مجاملة، لا تنازل، لا نفاق. بتحب ذكرك كمان ولا ما في داعي؟ لا ستي لا تعزبي حالك، أنا بدي ذكرك هالمرة. نسيتي شو كنتي تجاوبيني لما كنتي تسمعي مني هالحكي؟ على فكرة حسام، أنا من وقت ما كنت صغيرة معجبة كتير بتمثيلك، يعني دائما كنت حس حالي قدام فنان مختلف وصاحب مشروع فني كتير مهم.